مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث، الذي سنتحدث فيه اليوم عن اهم الاجراءات التحفيزيه التي اطلقتها وزاره الصيد البحري وتربيه المائيات لفائده مربي سمك البلطي او ما يعرف بالتلابيا. كما سنتحدث ايضا عن الاجراءات الخاصه التي كشفت عنها الوزاره الوصيه امس والمتعلقه باستيراد السفن واستيراد المحركات او المحركات الداخلية للسفن المستعملة أقل من 5 سنوات. مشاهدينا، لمناقشة كل هذه التفاصيل سعد باستضافة السيد الأخضر عليان مدير التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. سيد الأخضر عليان، شكرا على تلبية الدعوة، أهلا بك. أهلا بك، شكرا جزيلا. سيد عليان، بداية لو نتحدث عن أهم التدابير والإجراءات هذه التحفيزية التي أطلقتها وزارة الصيد البحري بغرض أو بهدف مضاعفة إنتاج هذا النوع من الأسماك في الجزائر. شكرا جزيلا. أولا، وزارة الصيد البحري باعتبارها وزارة معنية مباشرة بالأمن الغذائي أطلقت مجموعة من التدابير التي تصب دائما في إطار دعم هذه الثروة السمكية في الجزائر. في هذا الإطار أطلقنا 3 تدابير أساسية، منها تدبيرين متعلقين بالصيد البحري يتمثلان في استيراد سفن أقل من 5 سنوات، وكذلك استيراد محركات داخلية لأقل من 5 سنوات. كما رافق هذا تدبير مهم جدا في قطاع مهم جدا، وهو تربية المائيات، حيث أنه التدبير يشمل إنشاء علاوة تحفيزية قدرها 50 دينار جزائري لكل 1 كيلوغرام من تجمين سمك البلطي لفائدة منتجي هذا النوع من الأسماك الذي يربى في المياه العذبة. نعم سيد، نعلم أن التحفيزات هذه هي ليست عبارة عن دعم مالي فقط، إنما هناك إعفاءات من الرسوم بالنسبة للمنتجين. لو تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه الإعفاءات. شكرا. هو في الحقيقة العلاوة التحفيزية في البداية تشمل منتجي هذا النوع من الأسماك. هذا النوع من الأسماك، أولا لماذا النوع هذا من الأسماك؟ لأنه كما نعرف جميعا بأن هناك تنامي كبير على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي لتربية المائيات، حيث أنه المنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة في إحصائياتها تشير إلى أن تربية المائيات يمكن من حيث الإنتاج أن يفوق الانتاج الصيد البحري، وهذا ما جعل القطاع يهتم اكثر بتربيه المائيات. وفي هذا الاطار اشير الى التنوع الكبير الموجود في تربيه المائيات في الجزائر، بين تربيه المائيات على مستوى البحر، وكذلك تربيه المائيات في المياه العذبه، وتربيه المائيات المدمجه مع الفلاحه. وفي هذا الاطار جاء هذا الاجراء لتمكين منتجي هذا النوع من الاسماك بعلاوه تحفيزيه قدرها 50 دينار جزائري. طبعا هذه العلاوة التحفيزية التي تصرف لفائدة هذه المنتجين لهذا النوع من الأسماك كذلك كانت مرفقة بتدابير أخرى داعمة له، تتمثل بالأساس أولا في إعفائهم تماما من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجين، وبالمقابل كذلك فرض مبلغ اللي هو 30 دينار جزائري على كل كيلوغرام واحد مستورد من هذا النوع من الأسماك. طبعا هذا لكي يفسح المجال للمنتوج الوطني لهذا النوع من الأسماك. طبعا هذه التدابير جاءت بموجب قانون المالية لسنة 2024. وفي هذا الإطار قامت الهياكل وزارة الصيد البحري بمباشرة استقبال هذه الملفات لهذا النوع من التدابير. طيب، كيف لهذه التدابير ربما أن تساهم في تعزيز الإنتاج السمكي في هذا النوع من في المياه العذبة؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة هذا النوع اللي هو تربية المائيات في المياه العذبة نعرفه بأنه هناك تنامي تدريجي له. طبعا المستهلك الجزائري تعود على استهلاك منتوجات الصيد البحري، لكن من سنوات لاحظنا بأن المنتجات المتعلقة بتربية المائيات بدأت تلاقي انتشار نظرا لبعض الخصائص التي توفر في منتجات تربية المائيات. وفي هذا الإطار لقينا بأن هناك إمكانية كبيرة للجزائر لتنمية هذا القطاع وهو هذا الجانب، وهو تربية المائيات في المياه العذبة. وبالتالي جاءت هذه الإجراءات التحفيزية لكي تدعم هذا النوع من المنتجين. ونقطة أخرى مهمة جدا هو لماذا خصوصية هذا النوع فيه خصوصية باعتبار
باعتبار أنه لعدة اعتبارات. أولا الاعتبار العالمي على أساس أن هذا النوع في العالم. نعم، كثير يتساءل لماذا تم تحديد فقط سمك تيلابيا أو سمك البلطي للاستفادة من كل هذه التحفيزات والإجراءات، لماذا لا نشهد هذا النوع من الدعم والتحفيزات ربما في تربية نوع آخر من الأسماك؟ هو في الحقيقة جاء استهداف هذا النوع من الأسماك المياه العذمة لعدة اعتبارات. أولا لتنامي استهلاكه على المستوى الوطني من قبل المستهلك الجزائري خلال السنوات الأخيرة. يعني يعرف إقبال. يعرف إقبال كبير أولا خلال السنوات الأخيرة أولا. ثانيا لأنه هذا النوع من الأسماك هو من أكثر الأسماك استهلاكا على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي. إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة الفاو الأمم المتحدة الفاو تشير إلى أنه ثالث أكبر نوع من أنواع الاستهلاك في تربية المائيات، وهذا ما يؤشر إلى أن هذا النوع يعني مهم جدا. بالنسبة نقطة ثالثة مهمة كذلك وهي القيمة الغذائية لهذا النوع من الأسماك، وهذا ما يؤكده الباحثون وكذلك الجانب العلمي المتصل بها هذا النوع من الأسماك، وكذلك القدرة هذا النوع من الأسماك على مقاومة مختلف الظروف مما يسمح بأن المنتجين ما يتلقوا صعوبة كبيرة في عملية تربية المائيات تربية هذا النوع من الأسماك مقارنة بالمخاطر التي يمكن أن تهدد أنواع أخرى. وفي هذا الإطار جاء استهداف هذا النوع. أيضا ربما السعر هذا النوع من الأسماك. صحيح، توفيره طبعا توفيره بأثمان قابلة وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن حفز المواطن الجزائري على استهلاك هذا النوع. طبعا في ظل ارتفاع نسبي مؤقت لبعض أسعار بعض الأسماك خلال الفترة السابقة، وهذا طبيعي نظرا للفترة طبعا لفترة الغلق وكذلك لفترات الفترة الزمنية التي يكون فيها الإنتاج السمكي قليل، لكن في هذا الإطار أشير إلى أن استهداف هذا النوع من الأسماك يمكن أن ينمي تربية المائيات. ونقطة أخرى اللي تجعلنا نستهدف هذا النوع وهو أنه الجزائر تملك عددا كبيرا من المنتجين وهم متنوعين، حيث أننا نجد الكثير من المنتجين. هناك ربما إحصاء أو عدد هناك عدد معتبر من المنتجين يتنوعون ويتوزعون حسب أنواع مختلفة. فنجد أولا بأن هناك الكثير من الاستثمارات الاستثمارات الخاصة، مستثمرين خواص مقبلين على تربية المائيات وتربية هذا النوع أولا. ثانيا أن هناك الكثير هناك كذلك مؤسسات عمومية معروفة كشركة كوسيدار المعروفة التي اهتمت بتربية هذا النوع من الأسماك. نقطة أخرى وهي أن هذه الأسماك يمكن أنه يساهم في دفع نوع آخر من تربية الوائيات وهي تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، على أساس أن هذا النوع يمكن أنه يربى حتى في الأحواض المخصصة لسقي المنتجات الفلاحية، وبالتالي أي فلاح يمكن له أن يمارس هذا إذا امتلك حوضا قابلا للاستغلال. نعم، هل يمكن للفلاح أيضا الذي يملك هذه الأحواض أن يستفيد من كل هذه الإجراءات والتحفيزات التي يستفيد منها ربما مربو المائيات؟ طبعا أشير إلى أن هذا النوع وهو تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة هو نوع مهم جدا فيما يخص تربية المائيات، يلقى انتشارا كبيرا على المستوى الوطني على المستوى الدولي على عدة اعتبارات. أولا الاعتبارات متعلقة بنجاعة المياه التي تربى فيها الأسماك فيما يتعلق عندما تستعمل لسقي الفلاحي، على أساس أنه يعتبر وكأنه سماد طبيعي لا يلجأ فيها الفلاح إلى يعني شراء الأسمدة، وبالتالي وحتى نوعية المنتجات اللي تكون مسقية تكون منتجات نوعية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو سهولة تربية المائيات داخل الأحواض، ونعرف بأنه الجزائر الآن خاصة في المناطق البعيدة قليلا من الشاطئ هناك الكثير من الأحواض القابلة للاستغلال لهذا النوع من تربية المائيات، وفي هذا الإطار يمكن للفلاحين أنهم يندمجوا في هذا المسار وهو مسار تربية المائيات، وكذلك يستفيدوا من هذه العلاوة التحفيزية المخصصة لمنتجين ويعتبرون كأنهم يعتبرون منتجين لهذا النوع من تربية المائيات ويستفيدوا من العلاوة التحفيزية فيما يتعلق بهذا النوع من الأسماك. طيب سيد الخضر، ربما ما هي الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة في الملفات التي يجب أن يقدمها الراغبون في الاستفادة من كل هذه التحفيزات؟
اعتمدت وزارة الصيد البحري معالجة إدارية بسيطة سريعة ورقمية فيما يتعلق بهذا الإجراء. نجد في البداية عدد قليل جدا من الوثائق التي تقدم إلى إدارة الصيد البحري قصد الاستفادة من العلاوة التحفيزية، وهنا لا نتكلم على ملفات إدارية تحتوي 10 إلى 15 وثيقة، ولكن نتكلم على وثائق، على ملفات إدارية تحتوي وثيقتين إلى 3 وثائق، وهذا في إطار تبسيط الإجراءات مع المرتفقين، مع مرتفقي الصيد البحري، ونذكر بالأخص هنا منتجي تربية المائيات والفلاحين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، اعتمدنا مقاربة محلية بحيث أنه الذي يقوم بالعملية هي المديرية الولائية، وهذا حرصا على تقريب الإدارة من تقريب إدارة الصيد البحري وإدارة الصيد البحري من هؤلاء المنتجين. ثالثا، المقاربة هي كذلك مقاربة رقمية على أساس أنه يمكن دفع الملف أولا عن طريق الرقمي، عن طريق بوابة مخصصة لهذا الغرض معتمدة موجودة من قبل مصالح وزارة الصيد البحري عبر موقعها الرسمي. ثانيا، أنه عملية القنص تكون مبرمجة ويمكن أنه يتلقى الفلاح ويتلقى المنتج تربية المائيات الموعد المخصص للانتقال للمعاينة رقميا، وهذه المعالجة طبعا تندرج في إطار رقمنة والحرص على رقمنة القطاع الصيد البحري، والذي هو في الحقيقة مسعى عام يعني وضرورة فيما يتعلق بطريقة المعالجة الإدارية. فهنا الفلاح وكذلك منتج تربية المائيات يقدم ملفا بسيطا، يتلقى موعدا من أجل التنقل لمعاينة عملية القنص، وبعدها سوف يقوم المدير الولائي لصيد البحري وتربية المائيات بإصدار قرار الاستفادة بالنسبة إلى هذا الشخص المعني، ويمكنه بعد ذلك تلقي الأموال المخصصة حسب الكمية. أشير كذلك إلى نقطة أخرى أعتقد بأنها على قدر كبير من الأهمية، وهي ما تعلق بالكمية المنتجة التي يمكن أن تكون محلا لعملية المعاينة. أشير إلى أن العملية تشمل على الأقل لكي يتم الانتقال المعاينة 400 كيلوغرام، على أساس أنه هذا المعدل سوف يسمح باستفادة المنتج والفلاح من مبلغ معتبر، وبالتالي هذه هي المقاربة يعني التي اعتمدت الإنتاج أقل شيء 400 من أجل الانتقال وعملية المعاينة، وهذا ما يسمح للفلاح وكذلك المنتج من استفادة من مبلغ على الأقل يعتبر يعني على الأقل معتبر للاستفادة من هذه العلاوة التحفيزية. أشير كذلك إلى أن تربية هذا النوع من الأخص أنه دورة حياة التي يمكن من خلالها أن يصل هذا المنتوج إلى الحجم الأدنى التجاري هي دورة صغيرة تمثل في ستة أشهر، وبالتالي يمكن خلال سنة أنه الفلاح يستفيد من دورتين لمرتين لهذا النوع. أشير إلى أنه هذا إحدى عوامل اختيار واستهداف هذا النوع من الأسماك بالعلاوة التحفيزية. طيب، نحن كل هذه الإجراءات والتحفيزات التي تحدثنا عنها كانت تخص منتجي أو مربي هذه الأسماك، ماذا ربما عن الصناعات التحويلية؟ هل هي معنية أيضا؟ وما هي الإجراءات والتحفيزات التي سيستفيد منها الناشطون في الصناعة التحويلية؟ شكرا جزيلا. أشير كذلك إلى أن الصناعة التحفيزية لها قدر من الاهتمام على مستوى الصيد البحري، على أساس أن جزءا كبيرا من منتجات سواء تربية المائيات والصيد البحري يوجه إلى الصناعة التحويلية التي يفترض أن تعتبر يعني رافد مهم من روافد تنمية القطاع. وفي هذا الإطار استفادت الصناعة التحويلية للمؤسسات المستثمرين في مجال الصناعة التحويلية من تخفيض على الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9% فيما يتعلق بكل المنتجات المتعلقة بتحويل هذا النوع من المنتجات، وهذا دعما إلى أن ندخل في صناعة تحويلية متعلقة بالصيد البحري، متعلقة بتربية المائيات والصيد البحري، التي كما أسلفت بأنها تعتبر رافدا مهما وينتظر منها الكثير، وتعتبر محل دعم واهتمام سواء من قبل القطاع الوزاري أو من الحكومة بشكل عام.
نعم. طيب سيد الخضر، نعرف أنه الشباب الجزائري اليوم باتت اهتماماته في الاستثمار متنوعة في العديد من المجالات، ماذا عن شباب ربما الذي يسمعنا اليوم؟ لو ربما أحد أراد الاستثمار في هذا النوع من تربية المائيات أو تربية هذا النوع من الأسماك، هل يجب أن يكون لديه ربما تجربة سابقة أم هناك تكوين لمن ليس لديه تجربة سابقة؟ الحقيقة مصالح وقطاعنا الوزاري يوفر أولا العديد من مؤسسات التكوين المختصة في تربية المائيات ثانيا يتوفر على جهاز مهم مهني وهو الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين ولاية الصب البحري وتربية المائيات، التي توفر على مدار السنة دورات تكوينية فيما يتعلق بتربية المائيات. وكذلك أشير إلى أن تقرب هذا الشاب من مديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات سوف يسمح له بالتعرف على مختلف الجوانب التقنية والإدارية لفتح أي استثمار فيما يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وفي هذا الإطار يتلقى مختلف التسهيلات المرتبطة بهذا. إضافة إلى هذا، فإن مختلف المادة العلمية والمادة التقنية متوفرة في مختلف الوسائط التي توفرها وزارة الصيد البحري، سواء من خلال الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على مادة دسمة من خلال يمكن أنها تعتبر مرشدا إلى أي شخص يريد الاستثمار في هذا المجال. يعني يشترط أن يكون نتلقى دورات تكوينية؟ لا، أولا ليس شرطا بأن يكون تلقى. نعم. ولكن من المهم جدا أن يتلقى تكوين، هذا للحفاظ على المنتجات هذه، كذلك لمعرفة مختلف المخاطر التي يمكن أن تكون في هذا الإطار، كذلك من أجل توسيعة النشاط تاعه. وبالتالي أعتقد بأنه ليس ضروري حتى الفلاح يعني يمكن أن يمارس هذا النوع من النشاطات، ولكن من المهم طبعا في أي مجال أن يمارس كاستثمار أنه يتلقى نوع من الدعم التقني اللي موجود وبسيط ومتوفر، سواء على مستوى الغرف الولائية أو مستوى المديريات الولائية أو حتى إلكترونيا من خلال معاينة مادة الإعلامية التي توفرها. هل ستكون بعد ذلك هناك مرافقة؟ المرافقة كانت دائما موجودة. نعم. بالنسبة لقطاعنا، سواء بالنسبة للصيادين كمهنيين مجهزي السفن، وكذلك بالنسبة لمستثمري تربية المائيات، طبعا المرافقة دائما كانت موجودة، والمرافقة دائما محلية موجودة من قبل الغرفة الولائية، وكذلك موجودة من قبل المديرية الصيد البحري. ونعمل الآن على مرافقة كل مستثمرين الذين يتقربون للقطاع. المستثمرين عادة ما يتلقون الكثير من الدعاوى لدورات التكوين، الكثير من النصائح، الكثير من برمجة الدورات التكوينية المتعلقة بإنتاجهم، كذلك مختلف المديريات الولائية تتوفر على مصالح مختصة لإرشاد ومرافقة هؤلاء المستثمرين في هذا القطاع، وليس فقط تربية المائيات، حتى الصيد البحري. وأشير كذلك إلى أن القطاع ممثلا في الغرفة الوطنية الصيد البحري وتربية المائيات أبرم العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات، سواء بنوك أو مؤسسات تأمين، للاستفادة يمكن للمستثمرين وكذلك المستثمرين أن يستفيدوا من هذه الامتيازات التي منحت بموجب الاتفاقيات التي وقعها القطاع. طيب قبل أن نختم الجزء الأول، سيد لو نشير فقط إلى الفرق ربما بين الأسماك التي تربى في المياه العذبة والأسماك التي تربى في ربما المياه العادية. أولا الإشارة أن الأسماك تختلف حتى بين تربية المائيات، بين تربية مائيات العذبة وتربية المياه في تربية المائيات في البحر. أشير إلى أن الأنواع معروفة جدا فيما يتعلق بتربية المائيات المياه العذبة، لكن أهم منتوج مستهلك الآن متوفر هو هذا النوع من الأسماك، هذا النوع من الأسماك اللي هو سمك البلطي. بالمقابل نجد بأن تربية المائيات في المياه البحر كاين منتوج سمك القاجوج الدغاد المعروف، وكاين منتجات أخرى موجودة ومتوفرة في السوق وبأسعار أقل من الأسعار اللي موجودة للصيد البحري. أشير إلى أن تربية المائيات فيه دي بونت كاين إمكانيات كثيرة لنجاعة هذا المجال، وهو تربية المائيات في الجزائر. الآن نتوفر على شريط ساحلي كبير، نتوفر كذلك على استثمارات كبيرة، سواء كما أسلفت
حكومية وخاصة في تربية المائيات سواء في المياه العذبة أو في البحر. هناك العديد من الامتيازات التي تعطى بشكل دائم من قبل السادة الولات سواء في المناطق الساحلية أو القارية فيما يتعلق بامتيازات تربية المائيات، والوتيرة متواصلة للوصول إلى هذه الديناميكية التي ينتظر أنها تعطي نتائج على مستوى الأمن الغذائي في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. نعم ضيفي الكريم، مشاهدينا الكرام، نذهب في فاصل قصير ونعود لاستكمال الجزء الثاني من برنامج مع الحدث، ابقوا معنا. عودة إليكم مشاهدينا لاستكمال الجزء الثاني من برنامج مع الحدث الذي سنتحدث فيه عن الإجراءات التي تم إطلاقها أمس أيضا والخاصة باستيراد السفن وكذلك محركات الداخلية للسفن المستعملة أقل من 5 سنوات. أجدد ترحيب بك ضيفي الكريم السيد الأخضر عليان، مدير التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بداية نتحدث ربما عن الإجراءات الخاصة باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات. شكرا. في الحقيقة يتوفر الأسطول الصيد البحري الجزائري على عدد معتبر من السفن ويفوق 6000 سفينة صيد بحري، ولكن بالمقابل ما لوحظ من خلال عمليات الإحصائية والمتابعة لأسطول الصيد البحري في الجزائر هو أن عدد معتبر من هذه السفن معطلة لأسباب تقنية معظمها مرتبط بالمحركات، لكن بالمقابل لوحظ أنه هذه المحركات لا تتوفر في الجزائر، وجودها واستيراد المحركات الجديدة سوف يكلف غاليا. وفي هذا الإطار جاء اقتراح أننا نقوم بالسماح باستيراد محركات السفن التي محركات السفن الداخلية لسفن الصيد البحري، على أساس أننا سوف نعيد بعث عدد معتبر من أسطول الصيد البحري اللي راهو الآن حاليا راكد يعني داخل الموانئ. محركات كافة أنواع السفن المستعملة في الصيد. أكيد المحركات المتعلقة بالسفن، على أساس أنه كاين الكثير من سفن الصيد البحري اللي عندها أعطاب تقنية مرتبطة معظمها بالمحركات، وهذا جاء في إطار بيئة معينة وين هذه المحركات غير موجودة في الجزائر، غير متوفرة في الجزائر، وتوفرها راح يكون بأسعار غالية، وبالتالي في إطار تسهيل إعادة بعث هذا الأسطول المعطل لهذه الأسباب التقنية جاء الإجراء اللي يسمح للمهنيي الصيد البحري والمجهزي السفن ومالكي السفن باستيراد المحركات اللي عندها أقل من 5 سنوات، المحركات الداخلية لعدة اعتبارات. محركات داخلية على أساس أنه هي محركات متخصصة في سفن الصيد البحري، على أساس أنها لما يتم تنصيبها داخل السفينة فإنه لا يعاد من بعد فكها، وبالتالي هي مهمة وذات قوة دفع كبيرة ليس كالمحركات الخارجية اللي يمكن أنها تكون ذات قوة دفع قليلة. وفي هذا الإطار جاء هذا الإجراء الذي سوف يسمح بإعادة بعث هذا الجزء من الأسطول المعطل تقنيا، ونعتقد بأنه هذا الإجراء سوف يسمح بخلق مناصب جديدة، على أساس أن هذه السفن لما تعاود ترجع من جديد لازم يعاود يرجع معها مهنيين واليد العاملة التي معطلة، أعتقد بأنها معطلة ولا تمارس عملها بسبب هذه الأعطاب التقنية. أعتقد كذلك بأن فرص تواجد هذا النوع من المحركات لأقل من 5 سنوات متوفر في السوق الدولية بأسعار مقبولة يمكن للمهنيين أن يباشروها. أشير كذلك أن هذا الإجراء جاء بالتوافق مع عدة متدخلين في العملية، ليس فقط وزارة الصيد البحري ولكن عدة متدخلين آخرين أبرزهم مديرية العامة للجمارك، وزارة النقل، كذلك المصلحة الوطنية لحرس السواحل، وبالتالي المشاورات أدت إلى هذا الإجراء الجديد الذي نعتقد بأنه إجراء مضبوط لا يسمح طبعا باستيراد أي نوع من المحركات ولا محركات قديمة لا تصلح للاستعمال. نعتقد بأنه في ظل الضوابط الموجودة سوف يسمح هذا باستيراد محركات قابلة لإعادة بعث الأسطول المعطل لهذه الأسباب التقنية.
طيب هذا بالنسبة فيما يخص ربما المحركات، ماذا عن السفن؟ ما هي أنواع السفن التي تم ترخيص باستيرادها أيضا؟ أشير إلى أن استيراد السفن وكذلك استيراد المحركات وحتى تدابير الدعم تربية المائيات داخلة في إطار استراتيجية وطنية الصيد البحري التي تتمحور حول 3 محاور أساسية. أعتقد بأن كل محور استجاب له إجراء من هذه الإجراءات. المحور تربية المائيات ودمجها مع الفلاحة جاء في إطارها هذا التدبير المتعلق بالعلاوة التحفيزية وتخفيض من رسم على القيمة المضافة بالنسبة إلى المنتجين والفلاحين. بالمقابل كان هناك استراتيجية نحو توسيعة وإعادة بعث أسطول الصيد البحري، وهذا ما نتج عنه هذا الإجراء متعلق باستيراد محركات سفن داخلية للصيد البحري. بالمقابل هناك توجه آخر مهم جدا، وهو التوجه نحو أعالي البحار، نحو الصيد الكبير. وفي هذا الإجراء جاء هذا الإجراء وفي هذا الإطار جاء هذا الإجراء، وهو استيراد سفن لأقل من 5 سنوات. أشير في البداية إلى أن هذا الإجراء موجه لسفن الصيد الكبير، بمعنى أن السفن التي تتوفر أولا على قدرة كبيرة على الحمولة، قدرة كبيرة على مقاومة مخاطر الصيد في أعالي البحار. نعرف أنه معظم أسطول الصيد البحري الجزائري كما باقي أساطيل الصيد البحري الموجودة في الدول تقريبا المغاربية مخصص فقط للصيد الساحلي، ولكن هذا النوع من السفن سوف يسمح بالأساس بفتح مجال جديد ومناطق صيد جديدة لم تكن معروفة ولم تكن مستغلة بشكل كافي. نعتقد في قطاع الصيد البحري لم تكن مخصصة مستغلة بشكل كافي بالنسبة إلينا في الجزائر. بالمقابل هذا الإجراء سوف يسمح بوجود تكنولوجيا عالية، على أساس أنه هذه السفن يتوفر على تكنولوجيا عالية من التي سوف تسمح بانتقال عن باقي أنواع السفن. نعم، وهذه التكنولوجيا سوف تسمح بانتقال المعارف التقنية بالنسبة إلى مهنيي الصيد البحري، ولا تبقى محصورة فقط في الآليات والإجراءات والتقنيات المتعلقة بالصيد الساحلي. نعتقد كذلك بأن هذا سوف يوفر يد عاملة جديدة، يوفر يد عاملة كما أسلفت مؤهلة، كذلك سوف يفتح مجال آخر، مجالات يسمح باستغلال مجالات أخرى. الآن نتحدث عن إمكانية استغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة في مجال الصيد البحري، وهذه المنطقة الاقتصادية الخالصة المنشأة سنة 2018 الآن نعمل على استغلالها في مجال الصيد البحري، وأعتقد بأن هذا الإجراء سوف يسمح باستغلالها. أشير نقطة أخرى مهمة جدا، وهي أن وزارة الصيد البحري تبرم عدة اتفاقيات مع عدة دول من أجل مباشرة الصيد داخل المناطق المخصصة والمياه الخاضعة لقضاء تلك الدول كموريتانيا وعدة دول أفريقية أخرى، وبالتالي هذا النوع من السفن سوف يسمح بتفعيل هذه الاتفاقيات وممارسة الصيد فيها استفادة منها. وهنا نعرف الاتفاق النموذجي المعروف من سنوات، وهو الاتفاق مع موريتانيا. نعتقد بأن هذا الإجراء سوف يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات الصيد البحري وتطويره. طيب برأيك سيد الاختار، كيف ستساهم ربما كل هذه الإجراءات في دعم الأسطول البحري الجزائري وبالتالي الرفع من قدرات الإنتاج السمكي؟ نعتقد بأن هذه الإجراءات الثلاثة الآن باشرتها وزارة الصيد البحري سوف يسمحوا بأي مدى ربما ستساعد هذه الإجراءات؟ أشير في البداية إلى أن الآن نعرف وتيرة متنامية فيما يتعلق بالإنتاج. الآن نعرف الإنتاج كبير، إنتاج متزايد في الصيد البحري. الآن نتحدث على 112 ألف طن بزيادة معتبرة مقارنة بالإنتاج السمكي للسنة الفارطة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تربية المائيات. ونعتقد بأن هذه الإجراءات سوف تسمح بتسجيل أرقام أخرى ومعتبرة وبزيادة في منتوج الإنتاج السمكي، سواء الناتج عن الصيد البحري أو تربية المائيات، للوصول إلى أرقام معتبرة يمكن أنها تلبي طبعا احتياجات المواطن الجزائري فيما يتعلق بهذه المواد النوعية والمنتجات النوعية. طيب مثل ما تحدثنا ربما عن أنواع السفن التي سيتم استيرادها، هل هناك أنواع محددة للمحركات أيضا؟
نعتقد بأن المحركات مختلفة، وهناك عدة تصنيفات للمحركات، سواء من خلال بدان الإنتاج ومن خلال القدرة على الدفع، قدرة الدفع بالنسبة للمحركات. ولكن نظن بأن هذا الإجراء سوف تركنا فسحة كبيرة لمالكي السفن وكذلك لمجهزي السفن للبحث عن ما يناسبهم فيما يتعلق بهذا النوع من المحركات. لم يتم تحديدها أو أبدا، بقية المجالات مفتوحة بالنسبة للمجهزين لاختيار المتعامل الأمثل، لاختيار النوع الأمثل للمحركات. فقط الضابط الوحيد هو أنه يكون عندها أقل من 5 سنوات، أنها تكون خضعت إلى مراقبة تقنية تثبت بأنها ما زالت قادرة على العمل، ما زالت قادرة على أنها تستعمل كآلة دفع بالنسبة إلى سفينة الصيد البحري. ونظن بأن هذا سوف يسمح إلى بأكثر الليونة فيما يتعلق بمهني الصيد البحري والمجهزين إلى التعاقد مع من يريدون. نعتقد كذلك بأنه فيما يتعلق بالبلدان التي سوف تشملها هذه المجالات، نظن بأن بالأساس سوف يشمل البلدان طبعا اللي تكون متطورة فيما يتعلق بالإنتاج. هل تم تحديد هذه الدول ربما؟ لا يمكن تحديدها بالأساس أصلا، تبقى مفتوحة. ولكن نظن بأنه كما هو معروف خضوعا لقانون العرض والطلب، وخضوعا للضوابط الطبيعية المعروفة في القطاع والضوابط الصناعية، فإن هذه المحركات وهذه السفن سوف تكون بالنسبة تكون من قبل الدول اللي عندها قدرة كبيرة على إنتاج السفن. نعرف بأن هناك الكثير من الدول المتوسطية الرائدة في صناعة السفن. نعتقد بأنه سوف تكون من قبل هذه الدول. وكذلك فيما يتعلق بالمحركات، الدول المتقدمة تقنيا في صناعة محركات الصيد البحري هي التي سوف تكون محلا للاستيراد. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصيد البحري على أنه تكون هناك شراكة فعالة فيما يتعلق بهذه الدول، قصد تفعيل هذا النوع من الأسطول. طيب، أكيد كل من سيرغب في الاستفادة من هذه الإجراءات سيتساءل ربما عن الجانب التنظيمي، ما هي الوثائق المطلوبة، ما هي الإجراءات المتبعة، سواء بالنسبة لمن يرغب في استيراد المحركات أقل من 5 سنوات أو حتى السفن. في الحقيقة الآن عملنا على حملة إرشادية فيما يتعلق بهذا الإجراءات الجديدة. فيما يتعلق بالملفات الإدارية، الملفات الإدارية مبسطة إلى حد كبير. تجد الملف الإداري موجود على مستوى المديريات الولائية للغرف، وكذلك يمكن الإطلاع عليه بمختلف الوسائط الرقمية التي توفرها سواء وزارة الصيد البحري من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك تواجدها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على مستوى الغرف والمديريات. لا يمكن لأي شخص أنه يطلع في أوانه يطلع على الملف المقدم. بل بهذا الخصوص كذلك أشير إلى أنه يمكن إذا كان هناك أي تساؤل، إذا كان هناك أي تساؤل يمكن أن يثار بخصوص أي وثيقة، سوف يتلقى مختلف التسهيلات من قبل سواء المديريات الولائية الصيد البحري اللي تكون قريبة عادة من المهنيين، وبالمقابل من قبل الغرفة التي سوف من خلالها يتلقى مختلف توضيحات بخصوص هذه الإجراءات. ونعتقد بأننا اعتمدنا مقاربة محلية، الملفات تدفع على مستوى المديريات الولائية، اعتبرنا كذلك مقاربة رقمية على أساس أنه يمكن دفع الملفات رقميا. نعتقد كذلك بأننا اعتمدنا مقاربة تبسيطية فيما يتعلق بالإجراءات. الإجراءات هي بسيطة وتكون على مستوى المديريات الولائية، وأن العملية يعني إداريا لا تأخذ وقت كبير، يبقى فقط على المنتجين أنهم يبادروا ويلقوا مختلف تسهيلات من قبل الجهات من قبل إدارة الصيد البحري على المستوى المحلي. طيب، ماذا عن ربما التخفيضات في الرسوم الجمركية سواء بالنسبة لمستوردي المحركات أم السفن؟ فيما يتعلق الآن أشير إلى أنه التخفيضات الجمركية خاضعة لتعريفات معينة. هذه التعريفات المعينة يمكن الإطلاع عليها من قبل إدارات الصيد البحري وكذلك من قبل إدارات الجمركية. ونعتقد بأنه هذا الإجراء سوف يسمح لكافة المنتجين بأنه يستوردون ما يشاءون من هذا النوع من السفن. لا أعتقد بأنه المبالغ المتعلقة بالتعريفة الجمركية سوف تقف عائقا
أمام هذه المنتجين الذين يدركون طبعا أهمية هذه المنتجات المستوردة فيما يتعلق بهذا العمل اللي يمكن أن يعيد بعث السفينة، يعيد بعث كذلك الإنتاج ويرفع من القيمة والمحاصيل فيما يتعلق بالمنتجين. ونتحدث أيضا ربما عن المورد البشري، ربما نتحدث عن المهنيين وترقية والترقية الاجتماعية والمهنية لمهني الصيد البحري. أشير إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على عدد معتبر جدا من المهنيين. هؤلاء المهنيين الذين فيهم الكثير من الخصوصية، مهني الصيد البحري عادة هم يرثون عن أبائهم هذه المهنة على أساس أنها صنعة عالميا معروف بأنها متوارثة من الجد إلى الأب ومن الأب إلى الابن، وبالتالي هذا في هذه الخصوصية. ثانيا أنه أنشطة الصيد البحري عادة تكون أنشطة عائلية، وبالتالي العوائل المعروفة بممارسة هذا النوع من سنوات نجدها، وبالتالي نتوفر على عدد معين في الكثير من الخصوصية فيما يتعلق بمهني الصيد البحري، حتى أن مهني الصيد البحري يشكلون الكثير من الجوانب الاجتماعية داخل المجتمع الجزائري نظرا لهذه الخصوصية. سعت وزارة الصيد البحري طبعا مع مختلف الفاعلين، منهم وزارة العمل وكذلك صناديق الضمان الاجتماعي لضمان حماية، حيث أنه حماية معتبرة وخاصة بمهني الصيد البحري. الآن نتكلم عن نظام خاص لحماية مهني الصيد البحري فيما يتعلق بعدة تدابير. أولا نتكلم عن نظام على نسب معينة للأداءات الاجتماعية لمختلف فيما يتعلق بصناديق الضمان الاجتماعي. نتكلم عن مواعيد خاصة، ليست نفس المواعيد فيما يتعلق بالتصريحات الاجتماعية التي يقدمها مهني الصيد البحري، تكون في إطار خاص ومختلف بحيث أنه يقدم مرة في السنة، بينما يمكن أن يقدم مرة في 3 أشهر كما هو في النظام العام. نقطة أخرى أنه وزارة الصيد البحري بالتعاون مع وزارة العمل عملت على تقريب إدارة الضمان الاجتماعي. الآن إدارة الضمان الاجتماعي متواجدة على مستوى موانئ الصيد البحري، ويمكن للصيادين التقرب منها، والآن متواجدة على مستوى الموانئ. نقطة أخرى هو أنه الآن هناك حماية اجتماعية بالنسبة للذين يخيطون الشباك موجودين على مستوى الموانئ. الآن هناك عدة عمليات متعلقة بتهيئة الأماكن المخصصة لخياطة الشباك. الآن نعمل كذلك مع وزارة الصحة على أنظمة خاصة فيما يتعلق بالحماية لهم من الأمراض المهنية، وفي هذا الإطار نعمل طبعا على بعث هذه الحماية الاجتماعية لهؤلاء المهنيين. نعم، في سؤال أخير، ربما نرتقي بالجزائر والعديد من دول العالم إطلاق حملة صيد التونة ربما بعد حوالي أسبوع أو 10 أيام، كيف تتحضرون لإطلاق هذه الحملة؟ شكرا. الآن حملة التونة الحمراء في الحقيقة صارت تقليد في الجزائر الآن، والمهنيين الجزائريين اكتسبوا الكثير من الخبرة فيما يتعلق بحملات التونة، حملات صيد التونة الحمراء الحية فيما يتعلق بهذا خاصة في هذا الموسم. الآن التحضيرات جارت الآن بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، مع وزارة البريد والمواصلات فيما يتعلق بتجهيزاتهم، فيما يتعلق بالموانئ مع وزارة النقل فيما يتعلق بمختلف الفاعلين. كذلك الآن أشير إلى أن حصة الجزائر الآن محفوظة وهي في زيادة، وكذلك أنه العملية سوف تباشر في القريب العاجل، سوف يتم الإعلان لانطلاق المهنيين والسفن التي خضعت إلى كافة التدابير المسبقة المتعلقة بتسجيلهم على مستوى المنظمة الدولية الخاصة بتوزيع هذا النوع من الأسماك، وننتظر أنه في القريب العاجل سوف يكون هناك الانطلاق الرسمي لاصطياد حملة التونة الحمراء التي اكتسب من خلالها مهني الصيد البحري الكثير من الخبرة. إن شاء الله. نعم، السيد الأخضر عليان مدير التنظيمات والمنازعات والترقية الاجتماعية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، شكرا على تواجدك معنا وعلى كل التفاصيل التي تقدمت بها في عدد اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مع الحدث. نشكر لكم دائما طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.